أذكر مرة من المرات أحد الرقاة الذين يشتهرون في منطقة من المناطق دخل مسجدا لأحد العلماء الكبار وأعرفه باسمه رحمه الله وغفر له، دخل عليه في مسجده لحاجة، فقال أنا من يوم ما شفت، هو يقول هكذا يتحدث في مجلس، يقول أنا من يوم ما شفت فلان العالم عرفت أن فيه جنية متسلطة عليه. يعني هذا نوع من العبث، وهذا نوع من الكهانة والدجل والاتهام للناس بما هم منه في سلامة وبراءة. جميل. ولذلك ينبغي الترشيد في مسألة التشخيص. ثم إن الحقيقة أنا أقول التشخيص لا يلام فيه القراء فقط، يلام فيه القراء ويلام فيه الناس. كثير من المصابين إذا راح إلى قارئ مباشرة قال ها وش فيه، أنا وش بي، أنا عين، حسد، سحر، هو ممكن أحيانا ما يكون في شيء، يعني مثلا يعني يطلب تشخيصا في قائمة محددة كذا وكذا وكذا وكذا، مما يغري ويجري بعض القراء على التجاسر في مسألة التشخيص دون علم ولا دراية. ومعلوم أن التشخيص قد يكون مشكلة في ذاته، يعني قد يفتح باب الوساوس على الناس. صحيح. والأمراض والأذى بسبب هذه التشخيصات المضللة أو التشخيصات التخمينية التي توقع الناس في حرج. المقصود أنا أعود وأؤكد على قضية أن المقصود من الرقية هو القراءة وتلاوة القرآن والآيات المباركات والأدعية النبوية، أما ما عدا هذا فكله مما لا فائدة منه.